مساء الخير على عيونكم، على جيرانكم، على سطوحكم، على خشومكم، على طرماتكم، على جيران جيرانكم. البلبل الفتان يطير بالبستان، غنى على الأغصان، شاف الصياد قال له هفك بطابوقة روح منا يا بطران. إذن خلونا نتعرف على عائلة أبو محمود. أهلا، أنا محمود، زوجتي سندس، أبويا أبو اللح أنا، واللي بالأخير والدتي. أيه. دائما أنا خلوني بالأخير. هو كوستر خمو كوستر الله يخليك. أخوان أخوان رجاء بدون كلام خلونا نتعرف على طب هاي عائلتنا. أبو سعيد عرفنا بعائلتك. أنا أبو سعيد، وهاي زوجتي أم سعيد اللي اسمها حنان. ألو. وهذا ابننا بلاد الصغير، وهذا جيراننا أبو الكوستر جابنا. حلو. إذن الجولة الأولى والسؤال الأول، انتظرونا. الآن نروح الجولة الأولى ونتعرف على عائلة محمود وعائلة أبو سعيد. تفضلوا. محمود احكي لي عن هواياتك، ايش تشتغل؟ السفر والشوبينج، ما يراد لها روح القاضي. حلو، الله، السفر والشوبينج، انا هم نفس الشيء. تفضل. ابو سعيد، نعم، عرفنا بنفسك. انا شاعر. حلو، شاعر. تحب الشعر؟ احب الشعر. عيون المها بين الرصافه والجسر، ما كمل الشغل ياخذ التاكسي لين ازدحام. الله الله، كبير كبير كبير. هاي اعتقد مسروقه من يمي هاي القصيده. مني ملاتك بيها نفس من لان انا شعرك واشعري. السؤال الاول يقول، ما مدى حبك لام زوجتك؟ عفي عليك محمود، مركز. لا شغل. وقل لي، ما مدى حبك لام زوجتك؟ شقد؟ 7/10. ليش مسوي؟ ما يخالف يابا، اصبري. دخل افهمكم من داريته، ترى ما يصير. اصبري يابا، مو زين. مو اكو جماعه 1/10، انت 7/10 معناتها 70% حتى تنقبل الكليه. نجحت هسه. رجاء خليه معود، خليه يحكي بكيف. الجواب على الشاشه، شوف الجواب. شوف للاسف الاجابه خطا.